عودة إلى موضوع المغاربة العالقين بأوكرانيا، أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية اليوم أنها برمجت رحلات جوية خاصة لفائدة الجالية المغربية المقيمة في أوكرانيا. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذه الرحلات الجوية الخاصة برمجت بتشاور مع السلطات المغربية لفائدة الجالية المغربية المقيمة في أوكرانيا التي تتألف أساسا من الطلبة، مضيفة أن الشركة ستبرمج بالنظر إلى إغلاق المجال الجوي الأوكراني رحلات جوية بأسعار استثنائية من البلدان المجاورة لأوكرانيا. وأضاف البلاغ أنه سيتم تشغيل 3 رحلات ابتداء من يوم الأربعاء 2 مارس المقبل، انطلاقا من بوخارست، رومانيا، بودابست، المجر، وورسو ببولندا في اتجاه مطار الدار البيضاء، حيث تم تحديد سعر ثابت استثنائي لهذه الرحلات المخصصة حصريا للمغاربة المستقرين في أوكرانيا وأفراد أسره في 750 درهما شاملا للرسوم. ودعت الشركة الراغبين في الاستفادة من هذه الرحلات إلى حجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني المخصص للشركة والظاهر على الشاشة وعبر مراكز الاتصال والوكالات التجارية التابعة لها في المغرب والخارج.